الله إليكم، هذا سائل يشهد الله على حبكم فيه، ويود أن يسأل عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة، ما منهجها؟ ولينصح برعاية قراراتها وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه. أحبك الذي أحببتنا فيه يا أخي، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إخوانا متحابين. المجمع الفقهي هو ذكر أمرين، والذي أعلمه أنهما أمر واحد في الحقيقة، قال مجمع الفقه الإسلامي بجدة والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة، وهما شيء واحد، ولا أنا هذا الذي أعلمه. ومجمع الفقه الإسلامي هيئة، يعني هيئة علمية، هي تابعة لرابطة العالم الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي معلوم توجهها، هذه الرابطة منبثقة عن مؤتمر الدول الإسلامية، معلوم توجهها، يعني لها توجه إخواني معروف، ولهذا على رأس هذه الهيئة دائما تجد رؤوس الإخوان، صلى الله عز وجل عفو العافية. إلا أن يعني ربما في بعض فتراتها كان معها يعني ضمن العلماء فيها بعض علماء أهل السنة، اللي ربما انضوا على أساس أنه هيئة علمية وتابعة لجهة رسمية، ولهذا يعني الفتاوى التي تصدر عن هذا المجمع الفقهي لها وزنها من باب أنه اجتمع عليها الكثير من العلماء يعني في هذا الشأن، في متعلقة بالنوازل الفقهية. ومثل هذه الهيئات لا بد منها في هذا الزمان. وهذه غير الأمور الأخرى اللي ربما يكون فيها بعض الشخصيات الإسلامية، حتى لا أقول علماء، مثل ما أدري شو اسمه، هذه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ما كان لا علماء ولا محزنون، اللي على رأسها القرار، وش أي هيئة يكتب لها النجاة على رأسها هذا الرجل، هذا المنحرف حتى في ميدانه اللي هو الفقهي، لأنه على منهج شيخه الغزالي، ومعلوم منهج هذا الرجل في إنكاره للسنن التي ربما في الصحيح، وسيره على منهج تتبع الرخص، وقديما السلف كانوا يقولون من تتبع الرخص تزندق، صلى الله عز وجل عفو العافية. مثل ما هو الحال بالنسبة لجمعية العلماء عندنا، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وش من علماء على رأسها رجل يحضر المحافل الماسونية، صلى الله عز وجل عفو العافية. وبعض من يدعي السلفية وأتباعه نصبوه شيخا للسلفية بل علامة الجزائر، ينشط ضمن هذه الجمعية، صلى الله عز وجل عفو العافية. هذا لا يستقيم أبدا. ولهذا لابد أن نميز بين هذا وذاك، ونفرق في هذا الباب، والعلم عند الله تبارك وتعالى.